وجود فخامة الرئيس لحقوق معنا ورئيس البلاد قائد مسيرتنا قاعد معنا ما ممكن الا الله يستجيب. الشغله الوحيده اللي ببروجرامنا رح نطلب موعد من فخامة الرئيس بكره نطلع نقدم له احترامنا وشكرنا له، نقدم له كاس البطوله للمره الثانيه، لانه فخامة الرئيس حضوره معنا ما تتصوروا ما تتصوروا قديش كان له عنا بنفسنا، قديش فرجة الرجال الرجال اللي عنده مسؤوليات كثير كبيره الله يحميه ويساعده تنجح الحلقه، انه اجى واثر فريق لبناني بوجوده ربح. وان شاء الله ان شاء الله يكون انتصارنا اليوم، لانه اليوم 5 ضياع لبنانيه تحرروا من الاحتلال، ان شاء الله باقرب وقت كل لبنان بيكون بقيادة رئيسنا محرر، وهذا الشغل اللي احنا قدمنا المباراة عليه. على كل حال رح نقرر شو التحرك اللي رح نعمله، وأول تحرك رح يكون لعند أهلنا بالجنوب، عند جنوبنا المقاوم، لأنه بالنسبة لنا متى الجنوب تحرر قلب لبنان بصح. إيه رزق الله على هيديك الأيام. الرئيس أمين لحود بنظر جماعة قرنة شهوان كانوا حاميين وبرموش عيونهم ويتغزلوا فيه. الرئيس أمين لحود كان ينتقد بشراسة حكومات الحريري اللي وصلتنا ل 45 مليار دولار دين.